طبعا احنا احدى المشاركين باسم منظمة ريشة بصمتي للفنون والثقافة على هامش معرض الكتاب أولي الألباب بمدينة بني وليد، وكذلك عندنا مشاركة بكلية الآداب والتربية قسم التربية الفنية. انطباعتنا على المعرض فعلا كانت معرض رائع من ناحية العروض اللي معارضينها، من ناحية اللوحات، كذلك معرض الكتاب جميل جدا. نتمنى التوفيق للجميع.